الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: فصل. الشرح أن هذا فصل معقود لبيان أحكام تجهيز الميت. قال المؤلف رحمه الله: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية إذا كان مسلما ولد حيا، ووجب لذمي تكفين ودفن. الشرح: تجهيز الميت المسلم من فروض الكفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر. فإذا مات ميت مسلم ثم أهمل تجهيزه فلم يجهز، فظل على الأرض حتى انتفخ وأنتنت رائحته، أثم كل من علم بحاله فلم يفعل من غير عذر من رجال أو نساء. هذا الحكم شامل للجميع، فيجب غسل الغريق ولا يكتفى بغرقه، وكذلك قاتل نفس مسلمة وقاتل نفسه. الذي يقتل نفسه المنتحر المسلم لا يكفر، عليه معصية كبيرة. كثير من جهلة العوام يقولون الانتحار كفر، وهذا غير صحيح. كذلك إذا مسلم قتل مسلما آخر، هذه معصية كبيرة وليست كفرا. أما غير المسلم فلا يجب له ذلك، فمن علم بموت الكافر فلم يفعل شيئا مما ذكر لم يكن عليه إثم، إلا أن الكافر الذمية يجب تكفينه ودفنه فقط، فلا تجوز الصلاة عليه. الصلاة فيها اللهم اغفر له اللهم ارحمه، والكافر لا يجوز أن يستغفر له بعد موته ولا أن يترحم عليه، ولا يجب غسله، فلو غسل لم يكن فيه إثم، والكافر الذمي هو من كان له عهد مع سلطان المسلمين لكونه التزم دفع الجزية كل سنة مرة واحدة. فهذا الكافر الذمي إذا مات له حق التكفين والدفن، لكنه لا يدفن في مقابر المسلمين. فإن لم يكن ترك مالا يكفن به ويجهز به للدفن، كان ذلك حقا أن يؤخذ من بيت مال المسلمين لأجل ذمته. أما المرتد، يعني الذي كان مسلما وشتم الله مثلا، أو شتم نبيا، أو قال الله جالس على العرش، أو قاعد على العرش، أو مستقر على العرش، أو يسكن السماء، أو قال الله ضوء، أو قال عجزت ربي، أو جننت ربي، أو دوخت ربي، أو هلكت ربي، والعياذ بالله من الكفر، ومات على ذلك، فهذا مرتد، فليس له شيء من ذلك ولو كان أبوه وأمه مسلمين. فلا يستحق إذا مات على قريبه المسلم أن يدفنه ولا أن يكفنه. ولو تركه للكلاب أو للوحوش والسباع لم يكن عليه ذنب، لكنه يسن أن يفعل به ما يكفي الناس رائحته الكريهة. قال المؤلف رحمه الله: ولسقط ميت غسل وكفن ودفن ولا يصلى عليهما. الشرح أن هذه الأمور لا تجب للميت إلا إذا كان الميت مسلما قد ولد حيا، بأن صرخ أو اختلج، أي تحرك اختلاجا اختياريا بعد انفصاله عن البطن، فهذا يجب له الأمور الأربعة: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. فإن لم يظهر منه أمارة الحياة كالاختلاج الاختياري، الحركة الاختيارية، والصياح، الصراخ، فلا تجب الصلاة عليه، لكن يجب غسله وتكفينه ودفنه. هذا إن ظهر فيه خلقة آدمي. وأما إن لم تظهر فيه خلقة آدمي ندب لفه بخرقة ودفنه ولا يجبان. وقول المؤلف عليهما
الضمير فيه يعود إلى الذمي والسقط، أي لا يصلى على السقط يعني لا يجوز، ولا على الذمي الميت أي لا يجوز أن يصلى عليه. قال المؤلف رحمه الله: ومن مات أي من المسلمين في قتال الكفار بسببه أي بسبب القتال، فهذا الشهيد كفن في ثيابه، فإن لم تكفه زيد عليها أي وجوبا حتى يغطى، ودفن ولا يغسل الشهيد شهيد المعركة ولا يصلى عليه، أغناه الله بالشهادة عن صلاة المصلين عليه. قال عليه الصلاة والسلام: السيف محاء الخطايا. الشرح: الشهيد لا يجوز غسله ولا الصلاة عليه، وهو من مات مسلما لو كان أنثى أو عبدا مسلما مملوكا أو صبيا في قتال الكفار، ولو كان كافرا واحدا أو مرتدا بسبب القتال. فالمسلم الذي كان موته بسبب القتال ولو رمحته دابته، رمته دابته فقتلته، أو قتله مسلم خطأ في حال القتال، أو عاد سلاحه إليه فقتله، أو سقط من دابته فمات، فله هذا الحكم. أما من مات بسلاح الكافر ولم يكن هو مقاتلا فإنه يغسل ويصلى عليه كسائر الشهداء الذين لم يكن سبب موتهم قتال الكفار، كالمبطون، لأنه ورد في الحديث أن من قتله بطنه أي من المسلمين لم يعذب في القبر، وكذلك ورد موت الغريب شهادة، وكذلك ورد المطعون من مات بالطاعون شهيد، ومن مات حرقا احترق فهو شهيد، ومن مات مترديا فهو شهيد، ومن انهدم عليه البناء فمات فهو شهيد، ومن مات بمرض ذات الجنب شهيد، والمرأة تموت بجمع أي بسبب طلق الولادة شهيدة، ورد في الحديث، وكذلك من قتل دون ماله أو نفسه أو أهله أيضا هذا يكون شهيدا، كل مسلم يقتل ظلما فهو شهيد. فإذا هؤلاء الشهداء ليسوا كشهيد المعركة من حيث إنه لا يغسل ولا يصلى عليه، أما هم يغسلون ويصلى عليهم، كالمبطون أي الذي مات بمرض بطنه كالإسهال والقولنج، وهو مرض يحبس الريح والغائط، فإنهم يغسلون ويصلى عليهم. ويسن أن يكفن الشهيد في ثيابه الملطخة بالدم، ولو نزعت منه ثم كفن بغيرها كان جائزا، فإن كانت ثيابه التي هي ملطخة بالدم لا تكفيه زيد عليها إلى ثلاث، وإنما ترك غسل الشهيد والصلاة عليه لأن الله تبارك وتعالى طهره بالشهادة وتولاه برحمته فأغناه عن دعاء المصلين، ولا يسأل الشهيد في قبره ولذلك لا يلقن، بل تصعد روحه إلى الجنة فيعيش فيها إلى أن يبعث أهل القبور من قبورهم، فترد روحه إلى جسمه ردا تاما، فيخرج من قبره ثم يتبوأ منزله في الجنة بجسده وروحه، ولا يأكل التراب جسده، لأن أثر الحياة متصل به كالشمس تكون بعيدة عن الأرض ويتصل أثرها بالأرض. الشهيد لما يضرب تلك الضربة التي يموت بها تكون كقرصة نحل، روحه فورا يصعد إلى الجنة، وهناك يعيش في شكل طائر أخضر يأكل من ثمار الجنة، وهذا الروح يأوي كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش. فيصل أثر هذا النعيم الذي يحصل عليه الروح إلى الجسد، فيبقى جسد الشهيد طريا، الدم يجري في العروق كأنه حي. الله تعالى يكرمنا وإياكم بالشهادة، نسأل الله تعالى أن يكرمنا بشهادة في سبيله ووفاة بأرض نبيه محمد
عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. متى تدعو لك الجنة أن يرزقك الله إياها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. ورد في الحديث أن من سأل الله تعالى الجنة ثلاثا قال: اللهم ارزقني الجنة، اللهم ارزقني الجنة، اللهم ارزقني الجنة. الجنة تدعو له بأن يرزقه الله إياها. ومن استعاذ بالله من عذاب جهنم قال: اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. جهنم تدعو له، الله ينطقها، فتدعو لهذا المسلم أن يجيره الله منها. أجارنا الله وإياكم من عذاب جهنم. فائدة عظيمة أخرى: يستحب أن تقول للمسلم عند تعزيته: أعظم الله أجرك، أي جعل ثوابك عظيما جزيلا كثيرا، وأحسن عزاءك، أي جعل صبرك حسنا وغفر لميتك. أما الكافر فيقال له عند تعزيته: الله يصبر قلبك، أو أحسن الله عزاءك، أي جعل صبرك حسنا، ولا يقال له أعظم الله أجرك، لأنه لا أجر له. وإن كان هذا الميت القريب للكافر كافرا لا يقال غفر لميتك، أما إن كان قريبه الميت مسلما فيقال وغفر لميتك، أي لهذا الميت المسلم. وأما إذا كان المعزى من المسلمين والميت من الكفار فيقال للمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، ولا يقال وغفر لميتك، لأن الميت هنا كافر. وفائدة عظيمة أخرى: روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات، غفر الله تعالى له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد النجوم، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا. وعالج موضع بالشام رمله كثير. فأكثر من قول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وإن قلت الحي القيوم يصح، أكثر منها. فالرسول قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له ما تقدم من ذنبه وإن كان قد فر من الزحف، أي حتى لو كان واقعا في كبائر لا تعلق لها بحقوق بني آدم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يا أرحم الراحمين. كل أهل السنة على أن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. الحافظ الفقيه المفسر أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي، الذي توفي سنة 597 هجرية، قال في كتابه صيد الخاطر: وكل من قاس صفة الخالق على صفات المخلوقين خرج إلى الكفر. الذي يقول الله جالس أو قاعد، أو يقول عن الله يتغير من حال إلى حال، أو يقول عن الله يسكن مكانا أو جهة، أو يتكلم بحرف وصوت ولسان وشفه، فهذا خرج إلى الكفر. فإن المجسمة دخلوا في ذلك لأنهم حملوا أوصافه على ما يعقلون، والله يقول:
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وفي تنزيه الله تعالى عن الاستقرار الذي هو من صفات الأجسام قال رحمه الله في كتابه دفع شبه التشبيه: ومن المعلوم أن الاستواء إذا كان بمعنى الاستقرار والقعود لا بد فيه من المماسة، شيء يمس شيئا، والمماسة إنما تقع بين جسمين أو جرمين حجمين يعني. والقائل بهذا شبه وجسم، وما أبقى في التجسيم والتشبيه بقية، كما أبطل دلالة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الذي يقول عن الله جلس أو قعد جعل الله ماسا لشيء، يعني جعل الله حجما أو جسما، ومن جعل الله حجما أو جسما كفر. وفي كتابه دفع شبه التشبيه يقول: واعلم أن كل من يتصور وجود الحق سبحانه وجودا مكانيا طلب له جهة، كما أن من تخيل أن وجوده وجودا زمانيا طلب له مدة في تقدمه على العالم بأزمنة، وكلا التخيلين باطل. وفي كتابه المدهش قال رحمه الله ما نصه: ما عرفه من كيفه، يعني ما عرف الله من وصف الله بصفة من صفات المخلوقين، قال: ما عرفه من كيفه، ولا وحده من مثله، من شبهه بشيء من خلقه ما وحد الله، ولا عبده من شبهه، إنما عبد شيئا تخيله وتوهمه، ما عبد الله تعالى. المشبه والمعطل أعمى. فإذا قال رحمه الله: ما عرفه من كيفه، ولا وحده من مثله، ولا عبده من شبهه، المشبه والمعطل أعمى. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق ما أحيانا، والحمد لله رب العالمين.